زمان جدودنا وأباتنا حفرين جبيل بالأرض مترين وخمسة وعشرة مشكلين، منجيب دلو نمدح المي في الدلو حتى نشرب مي رب العالمين، أكثر من هيك ما بنحسين. والمي زي ما نشتريه مشترى في مسافة 15-20 كيلومتر. شغلنا كله على الدبات، الله يعزكم. شغل يد العامل صعب كثير، في ايدنا بنشتغل بالقزمه في العوق في حتى نجيب قرمه الحطب من الجبل لنحسن نبيعها وناكل لقمه خبز فيها. احنا هون عنا جبيب قديمة، الجبيب القديمة هي عبارة عن مجمع مائي في فصل الشتاء نعتمد عليه بندح بالدلو او بسطل او باي شيء، بنطالعه من الجب بنحمله عن طريقة الدبات مثل الراوي، راوي قديمة، الراوي القديمة بحطوه على ظهر الدبة بيعبوها مي وبياخذوها على البيت من اجل الشرب وغسيل.